معكم خالد الفهد من قناة البطاوي نت. في هذه الحلقة أخواني راح نشرح طريقة أخذ نسخة احتياطية من منشورات الفيسبوك، إذا كانت منشورات عادية أو فيديوهات أو أي شيء نشرته على الفيسبوك يعتبر أنت قمت بنشره على صفحتك على الفيسبوك. تستطيع أخذ نسخة احتياطية من هذه المنشورات بكاملها على أي تطبيق تراه مناسب لهذه الخطوة. في بعض الناس يأخذون نسخة احتياطية من معلوماتهم الشخصية على صفحات الفيسبوك لأي سبب كان، لن أشرح الأسباب ولن أقول أي سبب، لكن لأي سبب كان أنت الآن تريد أن تأخذ نسخة احتياطية من معلوماتك أو منشوراتك على الفيسبوك. كيف ذلك؟ سأشرح الطريقة بالتفصيل. تاني وإن شاء الله راح تستفيد من هذه الحلقة. بعد ما أخواني نضغط على الفيسبوك بهذا الشكل، بعد ما يفتح عندي الفيسبوك وروح نضغط هنا على الثلاث شحطات في الأعلى كالعادة، نضغط عليها بهذا الشكل، ننزل تحت اخواني على الاعدادات والخصوصية، نضغط عليها ومن ثم نروح على الاعدادات ومن ثم ننزل تحت اخواني، ننزل تحت هنا اخواني يقول لك نقل نسخة من معلوماتك، نقل نسخة من معلوماتك، نضغط عليها راح تظهر لنا هذه الصفحة. نضغط على التالي إذا كان تريد نقل معلوماتك على هذا التطبيق أو هذا التطبيق أو هذا التطبيق أو هذا التطبيق، أو تريد نقل معلوماتك على تطبيقات ليست موجودة في هذه الصفحة، تضغط هنا على التالي. بعد ما تضغط على التالي ستظهر معك كل هذه التطبيقات مثل ما تظهر هنا، حتى المدونة مدونة بلوجر تظهر معك وكل هذه التطبيقات مثل ما نلاحظ هنا اخواني. تمام، انا الان مثلا هنا يعني الوجهة هنا الكل، كل النوع، كل انواع المنشورات هنا. طيب انا اريد مثلا أنا أخذ نسخة احتياطية من الصور، أضغط على الصور. تمام، أنا حددت. أو أخذ نسخة احتياطية من الفيديوهات، أضغط على الفيديوهات. ومن ثم إخواني مثل ما نشاهد هنا المنشورات، أريد مثلا أخذ نسخة احتياطية على المنشورات، وهنا هو سيحدد لك تلقائيا الأنسب لهذا الاختيار الذي تختاره في الأعلى هنا. مثل ما لاحظ هنا، لاحظ معي هنا عندما أضغط ملاحظات أخذ نسخة احتياطية من الملاحظات، سيتبدل أو يتغير هنا يعني البرامج المناسبة إلى هذه الملاحظات أو أخذ نسخة من الملاحظات. أضغط هنا مثل ما نشاهد هنا أخواني هنا المدونات، فهذا يعني يكون أفضل بالنسبة لهذا الملاحظات. هنا أخواني نضغط هنا على المناسبات مثلا، هنا يعطيك هذا التطبيق الأفضل للمناسبات. وبهذا الشكل إخواني تستطيع يعني أخذ نسخة احتياطية من معلوماتك. لكن هنا مثل ما لاحظ هنا إخواني، مثل ما لاحظ هنا مثلا أنا أضغط على الكل، هنا مثلا على الكل تماما، أضغط هنا إخواني مثلا على الدروب بوكس مثلا، هنا يقول لك الصور ومقاطع الفيديو، اضغط عليه بهذا الشكل، اريد ان انقل معلوماتي على دروب بوكس. ستاتيك هنا اخواني هذه الخيارات مثل ما لاحظ هنا، مثل ما لاحظ هنا اخواني تختار انت اللي مناسب لك وتضغط التالي. بعدها يقول لك ربط، تربط حساب الدروب بوكس بالفيسبوك. بس ربط حساب الدروب بوكس بالفيسبوك يمكنك يعني اخذ نسخة احتياطية بهذا الشكل. واجب يكون في انترنت حتى يستطيع البرنامج سحب كل معلوماتك
وتصبح في هذا التطبيق. نضغط على ربط، بعد ما تضغط على ربط اخواني سيأتيك هنا انت، يعني هاي هنا وصلنا لهذه، هو يعني صفت هنا شغلة شخصية انت تقوم بها بربط البرنامج الذي تريده أن يسحب لك هذه المعلومات من الفيسبوك. تماما أخواني تماما. إذا حصلت معك أي مشكلة اكتب لي تعليق في أسفل الفيديو إن شاء الله، وراح نحل المشكلة بأسرع وقت ممكن. إلى هنا أخواني تنتهي هذه الحلقة، لا تنسون بالضغط على لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقاء والاشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.